بسم الله الرحمن الرحيم، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ اوكي، اليوم بلش بشابتر جديد اللي هو الابسيسك اسيد. حدا عنده سؤال عن المحاضرة الماضية؟ حدا عنده اي سؤال عن المحاضرة الماضية؟ اوكي، طبعا الابسيسيك اسيد هو ثالث هرمون او رابع هرمون راح تاخذوه. الاولاني كان الاوكسينز، الثاني كان الجبريليك اسيدز، بعدين الاثيلين، وهاي المجموعة الرابعة الابسيسيك اسيد. طبعا اهم وظائفه انه involved in seed dormancy، اللي هي سكون البذور، يعني هو اللي بيخلي البذور انها تثبت او تسكن، يعني لا تنمو او سبات خلينا نحكي. وكمان الاستجابة للستريس، بالذات الدراوت ستريس، يعني الجفاف. النبتة لما تكون بوضع جفاف يرتفع عند الابسيك اسيد. فشو وظائف الابسيك اسيد؟ او الوظيفة اللي هي causes stomata to close، بخلي الاستوماتا تسكر مشان تحافظ على المي. regulate seed maturation، يضبط نضوج البذور، مهم جدا للسيد دورمانسي، ويحفز سبات البراعم الشتوية، يعني يمنع نموها في الشتوية، لأن إذا نمت بالشتوية هاي البراعم ستموت بسبب درجة حرارة منخفضة. هاي الشكل العام للأبسيك أسيد، مطلوب منكم بشابتر 8، موجود من ضمن الهرمونز، هاي الشكل العام له. الآن السمري للأبسيك أسيد بايوسينثيسيس، الأبسيك أسيد بايوسينثيسايز فروم كاروتينويد بريكيرسرز. الكاروتينويد زي ما بتعرفوا هي أورنج بيجمنت، موجودة في البلاستيدز أوف أول بلانتس. مهمتها حماية الكلوروفيل من الدمج. الكاروتينويد يحمل الكلوروفيل من الدمج بسبب اللايت إذا كان الضوء قوي، أو الرياكتيف أكسجين سبيشيز مثل الأكسجين الهيدروكسي راديكال، سوبر اوكسايد وغيرهم. خلال فوتوسينثيز هذول بينشأوا بشكل كبير الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، بالاضافه وجود الاكس لايت اللي بيحمي الكلوروفيل من انه ما يتحطمش من الضوء، وهذول الجذور اللي هي الاكسجين راديكلز هو الكاروتينويد. فالكاروتينويد ينشأ من الابسيك اسيد، يعني يصنع من الكاروتينويد بريكيرسرز، من بوادئ الكاروتينويدز. طبعا لما يكون عندك كمية كبيرة من البريكيرسرز تاع الكاروتينويدز، معناتهم عندك راح ينتج كمية كبيرة من الابسيك اسيد، وهي اختصاره اي بي اي. طبعا فطبعا تعرفوا انه الكاروتينويد هي البريكيرسر للفيتامين اي. الفيتامين اي هاي الاستراكشر ريتينول، هو الموست كومن دايتري فورم اوف فيتامين اي، هيك شكله، وعارفين انه بنشأ من الكاروتينويد بريكيرسر. الابسيك اسيد ميتابوليزم، بايوسينثيسيس ميتابوليزم، ابسيك اسيد اوكر بايوسينثيسيس اوكر ان بلاستيدز، الانواع البلاستيدز مثل الكلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء وغيرها. الايسوبنتينيل دايفوسفيت بيكون السيتوكينين، ليتر بتاخذوه. الفارنسيل دايفوسفيت بيلعب دور، طبعا مش مباشره بيكونه وانما بخطوه طويله، البراسينو ستيرويد. الجرانال دايفوسفيت بيكون الجبرلين. الفايوتي بعديها الجرانال دايفوسفيت تحول لفايوتين، بعدين زيوزانثن، بعدين اول ترانس فيولوزانثن، بعدين 9
برايم سيس نيوزانثن بتحول عن طريق ال 9 سيس ايبوكسي كاروتينويد دايوكسيجينيز لزانثازول اللي بتكون ابسيك اسيد دهايد بعدين ابسيك اسيد. ما هو مطلوب؟ المطلوب من هذا السلايد انه تعرف انه تصنيعه بصير بلاستيدز، وتعرف انه البريكيرسر اله سوري اهم انزيم فيه هو ال 9 سيس ايبوكسي دايوكسيجينيز وريجيوتوري ستيب. هذا كليفج انزيم بيساوي بيشطر ال 9 سيس نيوزانثن لزانثازول. الجين اللي بيشفره في الذرة اسمه في بي 14 برضه حفظ، اسمه داي اوكسجينيز. داي اوكسجينيز يعني بيساوي انكوربوريشن اوف تو موليكولار اوكسجينز، بدخل تنتين اوكسجين على الجزيء. فانكوربوريشن اوف تو موليكولار اوكسجينز الانزيم بسموه مونو اوكسجين. داي اوكسجينيز اذا دخل الاكسجيني وحده بسموه مونو اوكسجينيز. فهذا اسمه 9 سيس ايبوكسي كاروتينويد داي اوكسجينيز، بتحفظوه زي اسمكم يعني. الباقي مش مطالبين فيه، بس تعرف انه هذا الانزيم هاي الجين بيشفره بالذره بحول نيوزانثين لزانثازول. الان الفيزيولوجيكال افكتس للابسيك اسيد، انا اشوف اذا في حدا عنده استفسار او سؤال. اوكي اول شيء onset and maintenance of seed dormancy، يعني حدوث والمحافظه وديمومه seed dormancy. الان باخر مرحله من seed development، اي قمح مثلا اللي بتشوف باخر مرحله بصير صلب، بصير في جفاف لحبه القمح desiccation يعني. الان لما تكون desiccated و dried هاي بخليها تقاوم ال pathogens بشكل عام خلال فترة السبات. لذلك البذرة تفقد أكثر من 90% من المي، وبتكون metabolically quiescent يعني ساكنة أيضيا، ما فيش فيها عمليات جواتها. هاي المرحلة بنسميها dormancy، اللي بحفزها هو الأبسيسيك أسيد، اللي بحفزها هو الأبسيسيك أسيد، وهو اللي بيخلي النبتة تتحمل الجفاف. هاي أول وظيفة. إذا هو بحفز سي دورمانسي. بالمقابل الجبرلك أسيد مذكرين بيخلي البذور تنمو، سي جيرمينيشن يعني عكس مفعول الأبسيسيك أسيد. الوظيفة الثانية prevention of precocious germination، prevention of precocious germination. أول شيء البريكوكسس جيرمينيشن اللي هي فيفي باري. فيفي باري بالزوولوجي معناها الولادة، هون طبعا معنى مجازي. الآن نمو البذور، تخيل أنت عندك كوز ذرة والبذور اللي على كوز الذرة هذول ينمو، يبلشوا يطلعوا يعني أوراق وهيك، هل هذا إديبل مأكول يؤكل يعني يستفاد منه؟ الجواب لا، بالعكس بيكون ياكي يعني مش it won't be delicious يعني. أوكي نمو البذور وهي على النبتة الأم، يعني الكوز الذرة يبلشن الحبات اللي عليها ينمو. الآن بعد ما تنمو، لو فرضنا جدلا أنهم نموا، وممكن ينمو طبعا بحالات معينة، منين بدهم يحصلوا على الغذاء بعد فترة معينة؟ بالبداية بيكون في شوي بالإندوسبرم، بعدين راح يختفي الغذاء، راح يموتوا. فبالتالي كان هو النبتة لم تنقل جيناتها للجيل القادم، ولم تنتج سيدز مشان الجيل القادم. تخيل القمح انه السنبلة بلشت الحبات اللي على السنبلة تنمو، تخيل البذور اللي جوا البندورة تنمو. بس اكتب precocious germination in tomato راح تشوف كيف منظرها بكون، nobody will eat it يعني. فهاي اللي بمنعها انها تصير، انه البذور تنمو على النبت الام الابسيك اسيد. البريكوكسس جيرمينيشن اللي هي نمو ما قبل الحصاد، او الفيفي باريتي او البري هارفست براوتنج يعني نموها قبل الحصاد. الابسيك اسيد هو المسؤول عن الشغله هاي. هي طبعا من غير المفيد، اتس ديس ادفانتجس فور سيد تو جيرمينيت اوكي while still attached to the mother plant. مش مهم، مش مفيد لها. ليش؟ لأن يعني البذور هاي لن تجد غذاء لها، وبالتالي راح تموت، وبالتالي ما في بذور للجيل القادم. بعض النباتات مثل الويت فرايتيز، الكورن، وحتى التوميرو عندهم إذا كان عندهم طفرة بالأبسيك أسيد إنتاجه عندهم هاي الشغلة. بالمقابل برضو انه البذور، إن انا اجيب والله بذور قعدتهم عندي 10 سنين وبدي ازرعهم ما نموش، هاي معناها تو ماتش دورمانسي، الثبات الزيادة عن اللزوم. بعض انواع الشعير بالذات هاي طبعا سيئة، ما راح تنمو، لذلك بتكون عندك مخزن انت قمح شعير او قمح وبتزرع ما طلعش اشي، بكون انه تو ماتش دورمانسي، تو ماتش دورمانسي يعني كثير ثبات زيادة عن اللزوم، وهاي طبعا برضو مش محبذة يعني. ليتل دورمانسي تو ماتش دورمانسي از نوت جود، لازم يكون في ريجوليشن الموضوع هذا.
فلازم يكون في بالانس بين تو ليتل وتو ماتش دورمانسي زي ما مكتوب بالسلايد اخر سلايد. هاي هون باردي معناها شعير. هاي حالة البري كوكسوس جيرمينيشن. لو طلعنا هون هاي في باريتي كانها تلد ولادي يعني مجازيا. هاي كوزدرة وكيف الحبات طلعت. طبعا هاي لن تؤكل، لن تباع، لن تنمو للجيل القادم لانها راح تموت على نبت الام. فهاي على جميع الاحوال هي ديس ادفانتيجوس، هي ادفانتج فائدة لما تحطها ادجكتيف و بتقول ادفانتيجوس بتقولش ادفانتيجوس. اوكي اذا مشان ال pronunciation يعني. فال ال VP14 اللي حكيت لكم عنه قبل شوي اللي هو بشفر 9 سيس ايبوكسي كاروتينويد ديوكسيجينيز، هذا الجين هذا مثل اسمكم يعني، وجبت عليه كثير بالفاينل وبالكويز الفصل الماضي والفصول اللي قبل كمان. هذا الجين لما عملنا طفرة فيه لن تنتج هاي المادة، وبالتالي لن ينتج الابسيك اسيد. لما ينتج الابسيك اسيد راح تنمو النبتة بحالة بريكوكسوس جيرمينيشن. فال VP14 ميوتنت اوف ميز يعني طفرة في الذرة، الميز او كورن ذرة معناها، بتكون ديفيشنت في الابسيك اسيد therefore they germinate in the cob، تنمو على الكوز نفسه. طبعا هو التذكير VP14 يشفر الكليفج انزيم اللي اسمه 9 ايبوكسي كاروتينويد ديوكسيجينيز. عوامل اخرى تؤثر ب سي دورمانسي عند اللايت تمبرتشر اللي هو تشيلينج، درجة حرارة هيك اللي بتلسع لسع يعني المنخفضة اللي بتعطي زي لسعة برد، المويستشر، السموك، ماني اذر، كثير من الاشياء هاي كلها ميديتد باي ابسيك اسيد. الاشياء هاي اللي هون طلع عليهم بس مش مطالب فيهم انت. هاي المرجع تاعها من Current Opinion of Plant Biology 2005، هي واللي قبلها يعني. طيب الانتراكشن بتوين جبريليك اسيد ابسيك اسيد، فالجبريليك اسيد بروموت سي جيرمينيشن، جبريليك اسيد يحفز سي جيرمينيشن، اخذتوه الفصل اللي قبل الشابتر اللي قبل الماضي. بينما الابسيك اسيد بحفز السيد دورمانسي اللي هي سبات البذور. الابس جبريك اسيد ميوتنت سيد must be treated the جبريك اسيد to get them to germinate. يعني انا عندي بذور فيهم طفره في انتاج الجبريك اسيد، علاجهم انا احط عليهم جبريك اسيد بنمو. مرات بكون في شيء اسمه ريفيرتنت لما اسوي دبل ميوتيشن ترجع الوضع الاصلي، مش مهم عندي هلا. لكن تعرفوا انه بعض الميوتنت سيدز اذا حطينا عليهم جبريك اسيد ميوتنت يعني عندها طفره في تصنيع الجبريك اسيد بالحاله هاي، بتحط عليهم جبريك اسيد بنمو. لازم الابسيك اسيد نفس الشيء، اذا كان الابسيك اسيد مش موجود حطينا على الابسيك اسيد نفس الشيء بها حفز السبات البذور سبات. فالابسيك اسيد انتاجونايزز يعاكس الجبريليك اسيد في السيريال سيد جيرمينيشن، بحفز بيعاكس فعاليه الجبريليك اسيد في نمو الحبوب بشكل عام، لانه الابسيك اسيد بخليها تسكن بصيرلها دورمانسي يعني بتخليها بالتخزين، الجبريك اسيد بخليها تنمو. والجبريك اسيد زي ما حكيت الفصل الماضي، الفصل قصدي الشابتر اللي قبل الماضي، انه مشان ينتج لازم تدخل مي، لذلك انت عندك مخزن مثلا شوال القمح دخل صار في تسريب لمي عليه راح يبلش ينمو، لانه المي وصلت راح يصير انتاج جبريك اسيد وينمو هم بنفس الكيس او بالشوال، وبالتالي هذا راح ما راح يلاقوا غذاء كافي بعد فتره وراح يموتوا، وزائد انهم بيكونوا معرضين للاصابه بالبكتيريا والفطريات. الوظيفة اللي بعدها regulation of stomatal opening المسؤول عن ان الستومات السكر هو الابسيك اسيد. الدليل على ذلك انه بالدراوت اللي هي الجفاف بيرتفع تركيز الابسيك اسيد ل 50 ضعف ما قبل الجفاف، 50 ضعف. الان الابسيك اسيد ميوتنت اذا كانت طفرة في تصنيع الابسيك اسيد راح تظل الستوماتا مالها فاتحة، لما تكون فاتحة بيطلع المي كلها، فالنبتة بتصيرها permanent wilting يعني ذبول دائم. ليش؟ لانه الاستوماتا بتكونش مسكره بالوقت اللي بحاجه له تكون مسكره. فالابسيك اسيد هو اللي بيخلي الاستوماتا تسكر، وبالتالي بيحافظ على الماء، بيحافظ على الماء. طيب خلينا اوقف شوي اشوف اذا حدا عنده اي سؤال اي استفسار قبل ما اكمل. اوكي حدا عنده اي سؤال لحد الان؟ هل الكل سامعني؟ بليز.
هل الكل سامعني؟ تمام. حدا عنده أي سؤال؟ في إشي مش مفهوم؟ الفيجر اللي بعد اللي بعد تحكي عنها هلا بعد شوي مهمة جدا وعليها كثير أسئلة يعني. بحكي طبعا أبسيك أسيد ليفلز can fluctuate dramatically during development or in response to environmental conditions and leaves during water stress. ABA level اللي هو الأبسيك أسيد ليفلز rise 50 fold in 4 to 5 hours، يعني في تذبذب، في يعني بيرتفع بيرتفع وبينزل مستوى الأبسيك أسيد، كنتيجة للتذبذب أو تغير درجة الحرارة بالذات في الجفاف. ثواني بس، فلو طلعنا على الفيجر هاي هي مقسومة إلى قسمين، القسم العلوي والقسم السفلي. الواتر بوتنشال بتعرفوا لما تكون مي كثير معناته الواتر بوتنشال عالي، مي قليلة الواتر بوتنشال منخفض. فأنا أهم إشي تستوعبه عندي النقطة هاي، أول نقطة عندنا هون الليف واتر بوتنشال، هون التربة جافة، هون تربة رطبة. التربة الجافة كيف أصبحت جافة؟ لأنه صار withheld للواتر، يعني ما توقف إضافة الماء، لم يضاف الماء يعني. لم يضاف الماء الواتر بوتنشال الماء اللي راح شو بصير فيه راح يقل، فالواتر بوتنشال decreases as soil dried out. بالمقابل أضفنا مي راح يصير التراب ماله سوري moist، وبالتالي بكون الواتر بوتنشال عالي. هاي أهم نقطة. النقطة الثانية الآن لما تكون مي جاف، الوضع جاف، تربة جافة يعني mimicking the drought condition، مشابهة لظروف الجفاف. الأبسيك أسيد راح تلاحظ هاي الأبسيك أسيد راح يرتفع مباشرة، زي ما حكيت الأبسيك أسيد يرتفع لحد 50 ضعف من 4 إلى 5 ساعات، بعد 4 5 ساعات من ليفل الأصلي إله، من الليفل الأصلي إله بالجفاف، فالأبسيك أسيد كونتنت ماله بيرتفع. أوكي الآن مع ارتفاع الابسيك اسيد الاستوماتا شو بروح يصير فيها؟ راح تغلق الاستوماتا، راح تغلق الاستوماتا. هاي هون طبعا الخط الاسود هذا ليس اغلاق الاستوماتا، وانما الاستوماتا ريزيستنس ديكريس، يعني الاستوماتا ريزيستنس مقاومه الاستوماتا انها تفتح، مقاومه الاستوماتا انها تفتح بتصير اعلى لما الاستوماتا لما يكون الابسيك اسيد عالي. اذا هون بتسكر في المنطقه هاي بتكون مغلقه. الان لما نضيف مي، احنا مي زياده بالنبته، شو بدها النبته هلا؟ بدها تطلع المي الزياده. فابسيك اسيد اول شيء بينخفض، بصير له ديكريس في الليفل تاعه، والاستوماتا ريزيستنس بتقل مقاومتها للفتح، يعني شو؟ يعني بتفتح اوبنز، يعني هيها اوبن. اوكي اذا هون ما بديش تحفظوا الفيجر هاي، حفظ هون واتر بوتنشال ماله عالي يعني سوري منخفض، معناته الابسيك اسيد بيكون ايش؟ يرتفع، الاستوماتا بدها تكون اوبن كلوز. اوكي خلينا امسحها. استوماتا كلوز معناته مقاومة الاستوماتا للفتحة تكون عالية. اوكي مقاومة الاستوماتا لانها تفتح
راح تكون عالي. اذا الاستوماتا هون، سوري وين راح الماوس، كلوز كلوز سوري، في المنطقة هاي. اذا ابسك اسيد عالي استوماتا كلوز منطقيا، ابسك اسيد عالي لانه بسكر استوماتا، فتلقائيا متى بتكون هاي بالظروف لما تكون التراب ماله جاف. طيب اضفنا مي، مي كثير، الابسك اسيد راح ينخفض، هاي زي ما انتم شايفين الاستوماتا مالها هي اوبن، والاستوماتا ريزيستنس ديكريس، مقاومتها للفتح بتقل يعني بتفتح. اوكي، فهاي عدة نقاط هذول بدي تركزوا عليهم لانه دائما بجيب عنهم ومهمين جدا. مشانها طبعا الاكس اكسس هذول هو تمثل الابسك اسيد بالنانو جرام بير كوبيك سنتيمتر، كوبيك سنتيمتر سوري، بين سكوير سنتيمتر اوف ليف اريا، ليف سيرفيس اريا. هون الاستوماتا ريزيستنس سيمنز بير سنتيمتر. بغض النظر بهمنيش، انا بهمني ان تعرف انه لما تكون الواتر بوتنشال قليله في دراي سويل الابسك اسيد بيرتفع، الاستوماتا بتسكر، الاستوماتا ريزيستنس بيزيد. بالمقابل لما تكون واتر بوتنشال عاليه الابسك اسيد بنخفض، الاستوماتا بتفتح والاستوماتا ريزيستنس بتقل. ذاتس ات يعني. خليني اشوف اذا حدا عنده اي استفسار. حدا عنده سؤال عن هاي الفيجر؟ اي استفسار عن هاي الفيجر؟ حدا عنده اي سؤال؟ اوكي راح اداخل فيجر مرة اخرى. Just a minute. الان عندي انا لو الماوس بتكتب كويس كان رسمت لكم اياها انا يعني. طيب نشوف بلكي زبطت. هاي الاكس اكسس وهاي سوري الواي اكسس وهاي الاكس اكسس. الحالة الأولى أنا عندي هنا دراوت دي جفاف، هنا في إضافة مي. الواتر بوتنشال تلقائيا راح تنزل هون، وهنا راح مالها راح ترتفع. هاي أول نقطة. النقطة الثانية لما الواتر بوتنشال تقل يعني جفاف، هاي ميميكينج للجفاف يعني مكافئة للجفاف، شو راح يصير بمستوى الابسيك اسيد؟ راح يرتفع. الاستوماتا مالها راح تسكر، فمقاومة الاستوماتا للفتح مالها راح ايش؟ راح تزيد. مقاومة الاستوماتا انها تفتح راح تزيد، فبرضه مقاومة الاستوماتا للفتح راح ايش؟ تزيد. انا بسألك الامتحان بقول لك انه لما نضيف مي شو راح يصير شو راح يصير؟ بتقول الابسيك اسيد انكريس، ليفل انكريسز، والاستوماتا ريزيستنس انكريسز، وتقول او بتقول لي كمان الاستوماتا بتسكر. الان بعد ما اضفنا مي، مي كثير شو بده يصير هسه؟ الاستوماتا بدها تفتح، شو بده خليها تفتح؟ الابسك اسيد. فبكل بساطه الابسك اسيد ماله سوري الابسك اسيد راح يقل لما نضيف مي، راح ماله يقل لما نضيف مي زي ما انتم شايفين. معاها شو راح تزيد كمان؟ شو راح يقل كمان؟ شو الاستوماتا راح يصير فيها؟ راح تفتح لانه مي كثير زياده، راح تطلع مي زياده، فالاستوماتا ريزيستنس مالها برضه راح تقل. استوماتا ريزيستنس راح تقل يعني مقاومتها لانها تفتح راح تقل. هاي بكل بساطه الفكره العامه منها، يعني بجوز صح انها كثير خرابيش فيها بس بجوز تكون اسهل لكم من هذيك. فواتر بوتنشال هون مش قليله، الابسك اسيد بيرتفع، مقاومه الاستوماتا ريزيستنس بتزيد. الاستوماتا يعني بتسكر، مقاومتها بتزيد يعني استوماتا بتسكر. اكتبوها عندكم، المقاومه بتزيد يعني الاستوماتا الريزيستنس، الاستوماتا ريزيستنس بتزيد معناته الاستوماتا بتكون مغلقه.
بالمقابل اذا اضفنا مي هون واتر بروفايدد، يعني اضفنا مي الابسيك اسيد راح ينزل تلقائيا، والاستومات ريزيستنس راح تقل والاستومات راح تفتح. بس بهاي كل بساطه الفيجر هاي اطلع على الاستوماتا كيف لما نضيف عليها ابسيك اسيد كيف بسكر. So many factors influence stomatal opening: CO2, oxygen, temperature, humidity, water potential of plant طبعا، hormones, light, الأبسيك أسيد بالذات، بعض ال secondary messengers مثل الكالسيوم وال انيسوتول ترايفوسفيت وبعض الأيونز بيلعبوا دور في إغلاق الاستوماتا أو فتحها، يعني regulation للموضوع. فالموضوع ليس ببساطة أضفنا أبسيك أسيد وهيك، لأن لكن ليس فقط أبسيك أسيد وإنما عدة فاكتورز منهم الأبسيك أسيد. الوظيفة اللي بعدها اللي هي المينتنس أوف سيت دورمانسي، سوري باد دورمانسي، يعني يحافظ على ثبات البراعم. طبعا لما درست البراعم هاي لقوا إنه تركيز الأبسيك أسيد عالي فيها، البراعم الإبطية أو الجانبية اللي هي الأوكسيلاري بادز خلال فترة عدم وجود نمو اللي هي الشتوية. يعني هذا ما راح تكون، راح تكون معرضة للبرد الشديد وما تكون ظروف مناسبة لنموها، فاللي بمنعها انها تنمو اللي هو الابسيك اسيد اللي بيكون متركز كثير في هذه البراعم. بس لكن الرول لسه، يعني شو الاكزاكت رول لحد الان ان كلير، مش واضح في المراجع يعني. أوريك ال precocious germination اللي جبت لهم اياها في الكويز الفصل الماضي. هاي هي، تخيل عندك بندورة زي هيك، تلاقي بذور البندورة اللي جواتها تكون نامية زي هيك، فهاي بيسموها precocious germination بسبب طفرة في البي في بي 14 اللي بشفر الكي انزيم في انتاج الابسيك اسيد. فهاي بيسموها precocious germination، سببها نقص الابسيك اسيد، deficiency في الابسيك اسيد. طيب المولكيولر والبايوكيميكال اسبيكتس اوف ابسيك اسيد، طبعا في اكثر من ريسبتر للابسيك اسيد في بالنيوكليوس، هو يصنع في البلاستيدز، وين مستقبلاته؟ موجود في النيوكليوس، له مستقبلات بالبلازما ممبرين وبالسيروسول او سيتوبلازم. ظلكم متذكرين انه دائما في بالسيجنال ترانزاكشن في بروتين كاينيزز، الانزيمات اللي بتضيف فوسفيت زي هيك، والفوسفاتيز اللي بتشيل الفوسفيت، فاكيد في كل الباثويز. الان الابسيك اسيد ميوتنتس في ثلاث حالات، الحاله الاولى انه فيش ابسيك اسيد، فالاستوماته بتضل فاتحه، فالنبته بتكون ويلتد. طبعا ويلتي مش صراحه مش موجوده بالانجليزي ويلتي، لكن مجال بتقول ويلتد فينوتايب احسن عشان دقه يعني. اوكي ويلتد فينوتايب بتكون ابسيك اسيد ديفيشنت، ديفيشنسي يعني ما فيش شاي، الاستوماتا بتفتح وبالتالي بيطلع المي لبرا فبتذبل النبته. طيب هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه انه تكون حساسه زياده عن اللزوم للابسيك اسيد، فالبذور الابسيك اسيد بخلي البذور تصيرها سبات، اذا كانت حساسه زياده راح يصيبها سبات اكثر، فمعناته بتصير تو ماتش دورمانسي، سبات زياده عن اللزوم، فبصير فيها diminution للجيرمينيشن. يعني شو ديمينشت جيرمينيشن؟ ديمينشت جيرمينيشن يعني ديمينش معناها يقل، فبقل نمو البذور، ما حتنمو، راح يصير دورمانسي ماله زياده عن اللزوم، وهذا بخليها حتى لو زرعت بجوز ما تنموش اصلا. بالاضافه ان الاستوماتا بتظل مسكر، وبالتالي هذا يقلل فقدان الماء. النقطه اللي بعدها الابسك اسيد انسنسيتيف، يعني ابسك الاولى الابسك اسيد مش موجود، الثانيه موجود والنبته حساسه زياده عن اللزوم، الثالثه موجود بس مش ما بتستجيب له، راح يصير في تأثير على ال 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 تأثير على الدورمانسي، يعني راح ما يصير للبذور دورمانسي،
وبالتالي بصير في ابسيك اسيد ميديا افكتد ان ابسيك اسيد ميديتد انهبيشن اوف جيرمينيشن. يعني المقصود انه الدورمانسي ما بتصيرش، هاي معناها بكل بشكل مبسط، انه تتاثر تثبيط نمو البذور، يعني تتاثر الدورمانسي، لا يحدث الدورمانسي، هاي معناها لانها غير حساسه، غير حساسه للابسيك اسيد، يعني لا تستجيب له. وكمان بصير في مشكله في حركه الاستوماتا واغلاقها وفتحها، ممكن تظل مفتوحه على طول. هاي بكل بساطه الحالات الثلاث من الطفرات في حال وجود الابسيك اسيد. مش مطالبين فيها هاي، بس موجوده بالساينس هاي. طبعا هون صار فيوجن للجرين فلورسنت بروتين مع ميوتنت اوف ابسيك اسيد ستيميليتد بروتين كاينيز، راح تلاحظ وجودها في الجارد سيلز بشكل كبير، هاي بشكل مبسط يعني، لكن بهم يعني مش مطالبين في السلايد هذا. في عندنا حوالي او عند النبات حوالي 1354 جينز are either up regulated يعني يصير لهم جين اكسبريشن، او down regulated ما يصير لهم جين اكسبريشن. هاي معناها up regulation يعني انه يصير جين اكسبريشن، داون ريجوليشن يعني يثبط الجين اكسبريشن، هاي معناها. فالابسيك اسيد هذول في عندك 1345 بتحكم فيهم الابسيك اسيد، تحكم فيهم الابسيك اسيد، كثير منهم اللي بيشفروا اجزاء من السيجنال ترانزكشن باث واي. اذا كان في النبتة لا تستجيب طفرة في بعض الترانسكريبشن فاكتورز، راح تلاحظ 84.5% من الجينات المذكورة فوق بصير في مشكلة فيها في حال الاستجابة عدم الاستجابة للأبسيك أسيد. طبعا هذا السلايد مش مطالبين فيه انتو برضو، بس تعرف العدد كبير. لو طلعنا هاي بسموها مايكرو اري، دي انا مايكرو اري، اذا بدكم تطلع تستزيدوا عنها على الويكيبيديا على اليوتيوب تلاقي بسوي لك يعني دراسة للجين اكسبريشن كامل في النبتة كاملة مع تغيير الظروف، وبتشوف الجين اكسبريشن العالي والمنخفض بناء على الفلوريسنس اللي بتطلع جرين او يلو او ريد. فمن هذا المنطلق عرفوا انه 1354 جين بتحكم فيهم الابسيك اسيد، لانه ما اضافوا الابسيك اسيد صار في تغير في الجين اكسبريشن لهم. فطبعا هاي بدها يعني في متخصصين، السورس لها من ويكيبيديا هاي البكتش الجين شيب بسموها او المايكرو اري. طبعا في طرق حديثه بسموها الار ان اي سيك، في بيبر عنها بالنيتشر كنت معطيها للطلاب الفصل الماضي، لكن ما دخلتهاش بالامتحان وما قرأوهاش اتوقع، لكن موجوده كانت. برضو مش مطالبين بالسلايد هذا، لكن بشوف ترانسكريبشن يعني بساوي ترانسكريبتوم ستادي، بشوف كل اللي صار لهم الجينز اللي صار لهم اكسبريشن بنفس الوقت مع بعض لكل الجينوم كامل. اخر سلايد بالشابتر هاد، هاي بعض الماوسس الحزازيات بتعيش في جفاف شديد 92% في حالتها. اسم المايس فيسكوميتريلا. الان هون الوايلد تايب، اذا وضع عليها صفر ابسيك اسيد ما فيش نمو، 10 تخليها تقاوم اكثر، 50 100 مايكرو مولر راح تعيش. هذول الحالتين اللي بعدها طفرات في الترانسكريبشن فاكتورز في الباثوي تاع الابسيك اسيد، يعني ما في استجابه للابسيك اسيد، سواء قد ما حتحطه ما بتفرق. لما عملوا طفره في هذول التو كومبوننتس هذول من الباثوي دلتا اي بي اي 3-1 و2، راح تلاقي النبته حتى لو وضعت في 100 مايكرو مولر ابسيك اسيد ما حتنمو. طبعا هنا كانوا بالجفاف ووضع عليهم الماء، يعني تحطوا عليهم هذول بعدين وضع عليهم الماء مشان نشوفهم نمو ولا لا، فما ما راح ينمو، دليل انه ما قدروا قاوموا الجفاف لانه ما فيش عندهم استجابه للابسيك اسيد. هم عندهم ابسيك اسيد لكن لا يوجد استجابه، فهي بسموها بيرسبشن ميوتيشن. فالفيجر هاي ماخوذه من ساينس، بعض المجلات البرستيجس المحترمه جدا، يعني هي والنيتشر افضل شيء بالعلوم بشكل عام. الابسيك اسيد اند اي بي اي 3 اللي هو ترانسكريبشن فاكتور ار ريكوايرد فور ديسيكيشن ترانسكريبشن تيشوز فور فروم 6 او داي اولد وايلد تايب، هذول التو جينز اي بي اي 312
اللي هو تو ميوتنت اليل اوف سيم جين، لكن تو الاليلز يعني نفس الجين، يعني تو كوبيز سوينا فيهم طفرة. وير تريتد ابسيك اسيد بالتراكيز المذكورة 0 10 50 100 مايكرو مولر ل 24 ساعة، بعدين أضيف علي على هذول المقاطع الماء وحفظوا لأسبوعين. هذول الوايلد تايب اللي بعد أسبوعين نموا تماما، بينما هذول اللي فيهم طفرات لم ينموا. شو التيك هوم مسج الموضوع؟ إنه الأبسيك أسيد هو مسؤول عن تحمل النبتة للجفاف. طبعا هاي الاي بي اي هم انكودين انكودز ترانسكريبشن فاكتور، هو هذول ترانسكريبشن فاكتور في الباثوي، يعني بيسموها بيرسبشن ميوتيشن. اي طفره من الريسبتر وما وتحت الريسبتر والسيجنال ترانزكشن باث واي والترانسكريبشن فاكتور بيسموها بيرسبشن ميوتيشن، يعني الهرمون بيكون موجود لكن ما في استجابه له، ما في استجابه له بشكل مبسط. حدا عنده اي سؤال؟ انا راح اتوقف هون كونه شابتر يعني جديد، وبالتالي ما بديش اخليكم تدخلوا شابترين ببعض او يعني تو هرمونز ببعض. حدا عنده أي سؤال؟ حدا عنده أي سؤال، أي استفسار؟ ماكو معكم 4 دقايق أو 3 دقايق تسألوني إذا عندكم أسئلة. بنصحكم تعملوا جدول، شو كل واحد، شو مستقبل كل واحد و مستقبل الحالات اللي بتصير في الفينوتايب. اوكي بصير يعني مش غلط، مشان نزيد يعني حفظ كل الموضوع، لانه بعد شوي راح اعطيكم سيتوكينين بعدين ساليسيليك اسيد و اي دون نو اف اي ويل يعني اعمل محاضرة عن البراسينو ستيرويدز وهيك، فما اي دون نو، فبصير عندكم كثير هرمونز وريسبتورز بتداخلوا ببعض والباثويز ايثيلين جبرلينز الاوكسينز بشكل عام، فبشوي بفضل انكم تلخصوهم هيك على اساس تكون اسهل لكم. حدا عنده اي سؤال؟ اوكي بكتفي لهون اليوم. اوكي وبكره ان شاء الله بنبلش بالسايتوكينين، وراح ياخذ محاضرة واحدة فقط كمان. والله ما بهمكوش رقم الشابتر، انت روح على الجوجل كلاس روم يا سناء، بتلاقيهم مرتبين. يعني شابتر 10 كان الإيثيلين، شابتر 11 اتوقع، بس ما بهمكوش الارقام. انتوا انا على الجوجل كلاس روم كلهم قسمهم انا، وحاط كل محاضرة وتاريخ المحاضرة، وبس تساوي كليك على اللينك مباشرة بتدخل على إذا كنت طبعا بمجموعتي مباشرة راح تدخل على الفيديو اللي موجود بمجموعتي مباشرة بدون ما تتغلب. فلا تقعدوا تدوروا في إذا بده حدا يحضر محاضرة معينة لا يقعد يدور بالمجموعة، لأنه بتعرفوا البوست في المجموعات بتغيروا بناء على الكومنتس، يعني أحدث كومنت هي بتظهر أعلى شيء، فممكن فيديو يتصور يومي يصير آخر شيء. فبنصحكم مشان ما تتغلبش تروح على الجوجل كلاس روم، موجودين كل هذول اللينك انا باخذه مباشرة بعد المحاضرة واحطه مباشرة بالجوجل كلاس روم بالتاريخ ورقم المحاضرة، يعني بتلاقي لكتشر كذا رقم هاي وكلهم مرتبين من 1 ل 15 او 16 لحد الان. يلا يعطيكم العافية جميعا، و اي حدا عنده استفسار بيقدر يسألني بداية المحاضرة الجاية وبيقدر يبعث لي بأي وقت طبعا. يعطيكم العافية.